يا سلام، اوكي انت طالع يا هاني. وراها كده وتقول لها كلمتين كويسين، هي هتبقى كويسه والله وهتتفهم انك كنت عصبي. سمر، انا اسف ان ده حصل في وجودك. انا اللي اسفه والله. تقولك حاجه؟ لا ولا حاجه، اصلا المدام كلمتني وطلبت مني ان اجي اتكلم على ما في موضوع. انا متضايق متضايق وعايز اخرج شويه، ممكن تبقي معايا؟ عم جميل كمان جايك. انا على فكره كانش في داعي انك تقولي لاحمد اللي انت قلته، كان كفايه انك تقولي لا وخلاص. كانش في داعي انك تقللي من قيمتي للدرجه دي. انا ما اعرفش انت بتقصد ايه، لكن انت عايزه تحفري لي قبر جنب ابوك يا كمان؟ ده عشان انا حسيت في لحظة اني قريب منك وعايز ابقى معاكي. انا ما حسيتش اني قلت الكلام الفاضي ده، ما حصلش. الحمد لله الحمد لله ان انت ما فتيش. بس على فكرة بقى اللي كان جوالي كويس انك جيتي. انا لو كنت قعدت مع سيده ساعه تانية كنت قتلتها. كاميليا، انا عايزاكي في موضوع مهم قوي. انا عايزاكي تاخدي الفلوس اللي اهل جوزك قالوا لك عليها، عشان انا محتاجه فلوس ضروري جدا والله حسد اديهم لك. وكمان عايزاكي تشوفي حل في موضوع الشقه. مش معقول هنفضل قاعدين في وش ام 44 دي. جمال مات. جمال مين؟ هو في ايه؟ حصل ايه؟ هيبقى اي حد بيقرب لي لازم يموت. انت بتقولي ايه؟ ويبقى كلام الناس كله صح. ده ايه الجنان ده؟ قولي، هو انت حاسس انك هديت دلوقتي؟ اهدى ازاي بس؟ كل حاجة عندها خناق، كل حاجة لازم تبقى زي ما هي عايزة، يا اما ما ينفعش. دي حتى ما بتغلط وتبقى عارفه انها غلطت ما بتحاولش تعتذر. في حاجات يا سمر الواحد لازم ياخد باله منها مع الانسان اللي عايش معاه. انا طبيعتي هادي، بحب المزيكا، بحب الكتابه، بحب كتير قوي اقعد مع نفسي لوحدي. بس ده مش معناه اني بكرهها، مش معناه اني مش مهتم بيها او حتى بعرف حد عليها. طب ممكن تتصل بيها؟ بعد سنين دي كلها وبعد العشرة اللي بينا، مش قادرة تفهمني ولا تعرف أنا عايز إيه ومحتاج إيه. حضرتك لو أنت اتصلت بيها ممكن تشوفها فين يكون أحسن. دي حتى عمرها ما قالت لي مالك، إزيك، أخبارك إيه، عامل إيه. بصراحة بقى أنا مش قادر أستحمل اللي أنا فيه ده. بص حضرتك، أنا شايفة لو أنت اتصلت بيها ممكن مواضيع كتير قوي تتحل. وليه هي ما تكلمنيش؟ ليه ما تكلمنيش وتعتذر عن اللي عملته؟ أنا خلاص، أنا قررت يا سمر إني مش هرجع لها تاني. أنت رأيك إيه؟ بص، هو أنا ورايا حاجات كتير لازم أعملها، ممكن أستأذن؟ سمر، لو سمحتي بعد إذنك، أنا آسف طبعاً على الإزعاج ده، بس مش عايز أقعد لوحدي، لو سمحتي.
خليكي معايا نص ساعة بس لو سمحتي. متشكر، اتفضلي. تشربي ايه؟ قهوة مظبوطة. اتنين قهوة مظبوطة. حاضر. سمر، أنا عايز أقول لك حاجة مهمة أوي لحياتك. أوعي تتجوزي إذا كنتي بتحبي، ولازم تكوني بتحبي أوي كمان، ولازم تتأكدي من الحب ده. انت هتعيشي قد ايه عشان ترتبطي بانسان كل همه هو نفسه بس؟ اكبر غلطه في الدنيا انك تربطي حياتك بانسان على امل انه يتغير. مفيش حد بيتغير يا سمر، هتعيشي في وهم كبير، تقولي بكره يفهم، بكره يتغير، بكره الحياه هتفهمه تعلمه، وفي النهايه هتكتشفي ان اللي في دماغه هو اللي في دماغه. اصعب حاجه في الدنيا يا سمر انك تعيشي على امل وانت عارفه انه مستحيل يتحقق. عندك حق في كل كلمه قلتها الصراحه. اللحظه اللي انا فيها دي بتستدعي الانسان اللي جوايا، بمعنى ان الاحساس رجع لي يا سمر، رجع لي بعد ما بعدت عنها. صدقيني؟ أكيد. بصراحة كنت بحبها قوي. أصلا ما أعرفش أي حاجة في حياتي غيرها يعني. لما كنت في الثانوية العامة كان كل اللي أعرفه عن الستات أمي، ربنا يخليها لي. أبويا الله يرحمه بقى كان نفسه أذاكر كويس قوي وأبقى دكتور شاطر. لما دخلت الجامعة بقى هي يعني هي اللي اتكلمت معايا يعني واعترفت لي بحبها. لا ما يغركيش، انا جامد برضه يعني. لما اتجوزنا بقى كانت الحياه حلوه قوي، وخصوصا لما جه سيف. امال ايه اللي حصل؟ المرض هو اللي حصل. المرض بيخليكي تكتشفي مين بيحبك بجد ومين بيكرهك، أو خلينا نقول مش بيكرهك، خلينا نقول مين بيستهلك. أنا مريت بنفس الحاجة الصراحة، بس الحمد لله إن أنا كنت على البر لسه. احمد ربنا. أصعب حاجة في الدنيا لما تمر بتجربة جواز فاشلة، وخصوصا لما يبقى في أولاد. كمليا، هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ تتغدى يا احمد؟ اتغدى. ده انا حتى جعان قوي. ايه مالك فيه؟ ممكن اعرف انت ايه اللي عملته في عم جمال؟ عم جمال مين؟ ايه اللي عم جمال مين؟ اللي كنت هتحرق دمه وتموته. جمال، ما انا قلت له ان انت مش موافقه. ايه، انت غيرت رايك ولا ايه؟ انا قلت لك يروح يموت نفسه. انا بصراحه يعني ما لقيتش كلامه. فيها بنت مالك يا بنت؟ طب هو تعب ودخل المستشفى يا بنت. ده راجل مجنون، ما تحطش في بالك، مش يبص لنفسه اصلا. وبعدين انا لو ما كنتش قلت له كده
كان هيحط في دماغه ان انت ممكن توافقي فيهم الايام. بعدين ما تروح المستشفى ولا تروح في ده، انا مالي؟ كاميليا. نعم. اعملي حسابك بقى، احنا لازم نمشي من هنا اخر الشهر، عادتنا مش حلوه. ايوه، هنروح فين؟ بيتنا. والحجز نتصرف ايه؟ هنموت؟ لا، هكلم اهل جوزي وهقول لهم ان انا موافقه على العرض بتاعهم، واقوم يدوني الفلوس هديها لك. طب تعالي نقعد ناكل لقمه وننزل نتمشى شويه، انا مخنوقه قوي. يلا. لك ايه الدكتور؟ قال له انه هيبقى كويس وهيقوم بالسلامه، بس انت يا اختي اطلعي منها. الله، وانا ببص لك على طرف يوميه، انت فيكي ايه؟ بقول لكم ايه، ممكن تروحوا تقعدوا في الكافتيريا وانا لو في حاجه هقول لكم، وهشوف الدكتور بس. لا 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 لا، معقوله نسيبك يمكن تسمع خبر كده ولا كده؟ لازم ابقى واقفه جنب. نعم يا اختي، انت جايه طب في جنبه هو ولا جنب المرمي جوه ده؟ اقف انت جنبه يا ابو قلب كبير يا اختي. انا معايا فلوس كتير وغنيه جدا. فلوس ايه يا ام فلوس؟ بقول لك ايه، اللي يحتاجه الجار واجب عليا، اذا احتاج حاجه قول لي. ما تروحوا روحوا روحوا، لو في حاجه هبقى اكلمكم. الله، في ايه؟ ايه ده؟ عمال يزعق فينا كده ليه؟ انا ما كنتش عارفه انه خلقي كده. يلا، مش هتروحي؟ لا بصي، اصل انا هروح اشتري حاجات من العتبه. العتبه؟ انا كمان عايزه حاجات من العتبه. يلا نروح مع بعض. مش رايحه يا ست، مروحه. ولما انت حبيب قوي كده يا عم جمال، ليه ما فكرتش من الاول انك تتجوز؟ حلاوة روح يا عبد الله. حلاوة روح. كويس انك عرفت. الخيبة اني ما كنتش عارف او ما كنتش واخد بالي اصلا. سيبك من ده كله، انا عاوزك بقى تشد حيلك كده وتقوى وترجع احسن من الاول. مستحيل مستحيل ارجع احسن من الاول، ولا حتى زي الأول. أفكر أعزل من الحارة كلها. إيه؟ وتسيبني لوحدي؟ على أساس إن إحنا نعرف بعض من 100 سنة. أنا حيالله لسه عارفك أول إمبارح. أيوة، بس أنا ما صدقت إني لقيتك. هقول لك. هتقول لي إيه؟ 20 سنة ظلم، 20 سنة بين أربع حيطان، 20 سنة كنت كل يوم يطلع علي الشمس أفكر أقول الدنيا برا شكلها إيه. دخلت المكان ده جمال وأنا عندي 30 سنة. مكان إيه؟ السجن. سجن؟ بس أنا كنت غيرك خالص، كنت بحب الحياة غيرك أنت تماماً. ما كان عندي استعداد اتجوز واخلف وانا معيش ولا مليم. انت مش قلت لي ان انت عندك بنت؟ كدبت عليك. اللي دخل المكان ده بيحب الحياه غيرك انت خالص. انت عايش بره يا جمال، بس للاسف حابس نفسك في دايرة ضيقة قوي قوي، ما عشتش حياتك.